مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. إمضاء اتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة حول عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية والدخول في مفاوضات الزيادة في الأجور بداية من مارس المقبل. في جرجيس وحدات لتحويل وتعليب زيت الزيتون البيولوجي بمواصفات فنية دولية تطمح لمزيد اقتحام الأسواق الخارجية وكسب رهان المنافسة. مهرجان الواحات بتوزر اكتشاف لفضاءات معمارية حافظت على طبيعها التقليدي وعروض فنية أضفت على المكان أجواء احتفالية وحركية سياحية. أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم أنه تم في ساعات متأخرة من ليلة أمس إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية خلال سنة 2018. وأضاف في تصريح على هامش انعقاد المؤتمر العادي 13 للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بالحمامات أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملية الآلية 16 و20 وعمال الحظائر ما بعد الثورة والمفروزين أمنياً، وبين أن الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في أفريل 2018، مشيرا إلى أن المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل. انتظم بسيدي بوزيدة المؤتمر 9 للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور قيادات المنظمة لانتخاب أعضائه لمدة نيابية جديدة. هذا المؤتمر انعقد تحت عنوان الاستثمار ضمن ضمان للتنمية وللتشغيل، وقد أكدت رئيسة الاتحاد خلاله على ضرورة اطلاع الدولة بدورها في إعداد المناخ المناسب لتيسير سبل الاستثمار والتنمية بالجهات الداخلية. واقع الاستثمار الخاص مثل أحد المحاور الرئيسية خلال انعقاد المؤتمر الانتخابي 9 للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واقع ما زال دون انتظارات الأهالي بسبب غياب أرضية ملائمة تشجع على بعث المشاريع. يلزم الاستثمار في جهة الكل لأن الكلها ما تستحق، وخاصة في جهة الداخلية اللي حتى اليوم مازالت مراتش معناها التنمية الكافية، وكذلك مسلطة معناها الدولة تقوم بواجبها في البنية التحتية وفي تحضير معنى المناخ والإطار اللازم للاستثمار الخاص. الاستثمار سياسة ثم تجي الإرادة تبقى لسياسة، لازم وضع البنية الأساسية، وضع البنية التحتية، ووضع اختصاص أيضا للمنطقة هذيك ونخصص المنطقة هذيك لنوع من الاستثمار المعين، مثلا الصناعات الغذائية بالنسبة للقصرين وسيدي بوزيد. الأرقام والمؤشرات في مجال الاستثمار في القطاع الخاص تشير إلى غياب مؤسسات كبرى قادرة على استيعاب جانب هام من العاطلين على العمل وفق ما أكده ولي الجهة. إلى حد الساعة وللأسف الشديد ولاية سيدي بوزيد يعني عندنا 32 مؤسسة، هي كلها مؤسسات صغرى، ماهيش مؤسسة يعني صغرى متوسطة، ماهيش مؤسسات كبيرة. 32 مؤسسة يشغلوا في حدود 3400، وهذا رقم محتشم. 3400 مقارنة لو نشوفوا معمل في قطاع السيارات في باجة تقريبا يشغل 4000. مؤشرات إيجابية تشجع على الاستثمار في ولاية سيدي بوزيد بعد الانتهاء من تنفيذ جملة المشاريع التي ستوفر مناخا ملائما للاستثمار في الجهة. هناك مؤشرات طيبة فيما يتعلق بالبنية التحتية، طرق السيارة أو الطريق السريعة، والحمد لله وقع إمضاء الاتفاقية بالنسبة للقسط الأول بالنسبة للطريق السريعة تونس جلمة. هناك أيضا طرق سيارة بالنسبة لطرق سريعة في ولاية سيدي بوزيد من شأنها أنها باش تربط ولاية سيدي بوزيد ببقية الولايات الأخرى فيما يتعلق بالغاز الطبيعي اللي المستثمرين طالبين، وإن شاء الله باش تنطلق الأشغال في سنة 2018 ممكن في الثلاثية الأولى. التسريع في تهيئة أرضية ملائمة للاستثمار الخاص يبقى رهين تضافر مجهودات الدولة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. احتضنت مدينة المنستير ندوة علمية إقليمية من تنظيم وزارة الشؤون الدينية تم خلالها التأكيد على أهمية الخطاب الديني في المساجد ودورها في تقويم سلوك الفرد بعيدا عن التوظيف السياسي. المسجد بين الوظيفة والتوظيف هو عنوان الندوة العلمية الإقليمية التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية بالمنستير
المداخلات تمحورت حول وظيفة المسجد بين التاريخ والرهن إلى جانب تقنيات الخطبة وسيكولوجية التواصل. أن الخطبة باعتبارها نصا منثورا تخضع إلى كل تقنيات الكتابة من مضمون وخاتمة ومعاني مترادفة بعضها بعض محملة برسالة إلى المستمع أو المأموم. أما تقنيات التواصل فهي تتعلق بوسيلة التبليغ، فإذا جمع الإمام بين مضمونه السوي الواضح الذي لا يقتضي لبس وأداة التبليغ يكون قد نجح في أداء مهمته. وفي هذه الندوة التي حضرها أئمة ووعاظ ولايات المنستير سوسة والمهدية تم التطرق إلى قانون المساجد وتقديم تصور جديد للجوامع. قانون المساجد هو القانون عدد 34 سنة 88، قانون إشكالي من وقت صدوره إلى حد اليوم. القانون هذا جاب حاجات جديدة وغريبة برشا حتى على القوانين المؤسسة للشأن الديني بصفة عامة. حتى بر المساجد هي من الملك العام للدولة، غير قابلة للتقادم أو لسقوط الحق فيها بمرور الزمن، وهي مسألة يعني جديدة على القانون التونسي. الحاجة الثانية هو أتبع عقوبات لكل نشاط يمارس في المساجد بدون ترخيص مسبق. العقوبات هذية اعتبرت القانون هذية يعني اعتبروه الفقهاء هو قانون زجري بامتياز. وكان وزير الشؤون الدينية قد أكد على أن الشأن الديني هو مسؤولية جماعية، وأن المساجد جعلت للعبادة وتطوير وظيفتها لبث روح الاعتدال والوسطية. نحن اليوم عندنا الدولة هي المسؤولة على تعيين الأئمة والقائمين بشؤون المسجد، ولذا هذه هي ضمانة أولى. الضمانة الأولى هذه ما تجبش تحملها وزارة الشؤون الدينية فقط. أنا نقول ديما نأكد اللي هي هذه منظومة تهتم بها الدولة ككل بجميع مكونات الدولة ومقام الدولة بما فيها المجتمع المدني. ويبقى المسجد مكانا للعبادة وتلقين السلوك الحسن وتعليم القواعد الإسلامية بعيدا عن التوظيف السياسي. إلى المجال الفلاحي، وكاميرا الأخبار تسلط الضوء على زيت الزيتون، حيث تشهد معتمدية جرجيس تركيز وحدة جديدة لإنتاج زيت الزيتون البيولوجي، منتوج ذو جودة عالية يستجيب للمواصفات الفنية الدولية، ما يسهم في سهولة ترويجه واقتحام الأسواق الأوروبية والآسيوية. في معتمدية جرجيس التي تعد بها أكثر من 4 ملايين شجرة زيتون، شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا في المساحات المخصصة للمستغلات البيولوجية، ما جعل تركيز وحدات لتحويل مادة الزيتون البيولوجي أكثر من مطلوب من قبل الفلاحين بإحداث وحدة جديدة لإنتاج الزيت البيولوجي وتعليبه. بالنسبة للسنة بدينا في أول كولكت للزيتون البيولوجي، وبعد نعصروه بالطريقة البيولوجية حتى نتحصلوا على زيت زيتون بيولوجي اللي هو حاليا ذو جودة عالية ومطلوب في كامل أنحاء العالم. ما تنتجه هذه الوحدة الجديدة يخضع للمواصفات الفنية الدولية المطلوبة بهدف تصدير هذه المنتجات البيولوجية من مادة الزيت البيولوجي في الأسواق الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. لازم ناخذوا ديزولي بيولوجيك، تصير الكولتور نتاعهم بيولوجيكمون. عندنا سيرتيفيكا ايكو سيرت اي سي سي بي من ان هما دي كولتور بيولوجيك. ابري اون في لو كونترول، بعتلي بعد ما تصير العصر الزيت، الزيت نعملوا له دي تريتمون في المعامل، دي تريتمون في اللابوراتوار نتاعنا. لازمها تكون معناها لي تروا لي زاناليز اللي نخدموهم لازمهم يكونوا كلهم كونفورم على بعضهم، كلهم يكونوا متقربين دي تال فاصون باش يجينا معناها الزيت نقولوا حنيف في إكسترا معناها باش نجمو حنين نعلبوه ونصدروه. الطاقة الهامة التي تؤمنها هذه الوحدة للتحويل والتعليب قادرة بحسب باعثيها على تثمين زيت الزيتون التونسي أولا واقتحام أسواق جديدة تصديرية في العالم. هو تثمين المنتوج، يعني المنتوج متاعنا يتباع بالسعر متاع، يعني ثم شكون يحب الجامري وثم شكون يحب الأربكينة ثم يحب الكورونيكي ثم يحب الزلماتي، كل نوعية والخصوصية متاع. ويبقى تحقيق الجودة الكاملة بمواصفات الإيزو الدولية الضامن الأول لاقتحام الأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة والمحافظة على مواطن الشغل التي تؤمنها مثل هذه المؤسسات. ننتقل إلى قصور الصيف لمواكبة أجواء الاحتفال بالدورة الأولى لمهرجان الزيتونة والتي ينظمها مجمع التنمية لملك زيتين بالجهة،
وكان فرصة للوقوف على الاستخدامات المختلفة لزيت الزيتون كثقافة لبلدان ضفاف المتوسط. هي أجواء الدورة الأولى لمهرجان الزيتون بقطر السيف من ولاية المهدية بتنظيم من مجمع التنمية لملكي الزيتين بالجهة، والتي احتوت على عديد الفقرات التنشيطية. الغاية منها هي إعطاء القيمة الحقيقية لمنظومة إنتاج زيت الزيتون اللي هي منظومة هامة في البلاد، وتعتبر المصدر الوحيد للثروة عند المتساكنين، وخاصة سنة من علينا ربي بصابة قياسية تقاليدنا، وكلنا كان نجم نقوله تولدنا وتربينا تحت الزيتونة. كما تضمن برنامج هذه التظاهرة إلى جانب عرض الموسيقى الفلكلورية والشعر ورشات لجني الزيتون وأخرى قدمت فيها بعض المأكولات التقليدية. أثناء موسم جني الزيتون نخرج في الفطور الصباح، نخرجوا على المألوف، ما عادش القهوة والكرواسون وكل شيء، تولي عنا عصيدة بالزيت الزيتونة، وتولي عنا البسيسة بالتمر والشامية، وعنا هذا يسميوه سفنج، عنا مأكولة متاعنا، وعنا الخبز نعملوه بالفطورة، الفطورة هي ذيك متاع الزيتون، هريسة وزيت. ديما معناتها الزيت موجود والزيتون موجود والخبز العربي موجود. هذه المعصرة التقليدية بقصور السيف والتي كانت محطة زيارة وفد سياحي تعد من أعرق المعاصر في الجهة التي لا زالت تحافظ على الطريقة التقليدية في استخراج الزيت. خاطر ما عادوش في البلاد، وأنا حبيت نستحفظ عليها. عصرية ترحي يقولوا 60 ترنات، هذه ترحي 5 ترنات في النهار. الطريقة بتاع الخصوصية بتاعها بتاع الزيت اللي هو زيت طبيعي. بالناس اسمع هي أزرس سبونا بعض زين. أزور تونس للمرة الأولى وقد أعجبني كثيرا هذا المكان، تعرفت على تقاليد تونسية رائعة جدا. لقد التقطت عديد صور لأنقل هذه الأجواء لأصدقائي بألمانيا. الاحتفاء بالزيتون وإن كان مناسبة لتثمين هذا المنتوج الفلاحي، فإنه يمثل أيضا ومن خلال مثل هذه المهرجانات فرصة لتنشيط المدينة واستقطاب السياح. نبقى في مجال زيت الزيتون الذي تشتهر به أيضا مدينة طبرسق من ولاية باجة، ويعتبر جزءا من موروثها الثقافي والحضاري. واحتفاء بهذا المنتوج التقليدي الأصيل، احتضنت طبرسق الدورة الثالثة لمهرجان زيت الزيتون والمنتوجات المحلية. احتضنت مدينة طبرسق الدورة الثالثة لمهرجان زيت الزيتون والمنتوجات المحلية تحت شعار زيت طبرسق نكهة لها جذور وأصالة عبر العصور، والذي مثل فرصة لعدد من الزوار لتذوق الزيت والتعرف على فوائده الصحية المختلفة. حبيناها تكون دورة ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية. نوعنا من المنتوج حبينا نعملوا ندخلوا الانسان مع المنتج من منتج المسارك، بيع زيت المنتج المسارك، وعملنا معرض تجاري باش نحركوا الدوله الاقتصاديه في طبرسق، خاصه احنا في الشمال ماذا بينا ديما نعملوا حاجات كيما هكا باش نحاولوا ننميوا مناطقنا. المنظمون حرصوا ايضا على ابراز اهميه زيت الزيتون والاكلات المرتبطه به عبر عرض مختلف هذه المنتوجات التقليديه، والتي تظل في حاجه لمزيد الدعم لترويجها في الاسواق الداخليه. رجال نحبوه سنوي كل عام في الوقت هذا، فهمت؟ باش يدور العجله تاع البلاد ونشوفوا الناس سخره، فهمت، ومنتوجنا يخرج، فهمت، ونعرفوا قبل في الوقت هذا محمود ثم اقبال، لكن قبل محتشم المره هذه جاء قليل شويه، جاء نظرا للطقس. ما جيناش الدعم، ما جيناش شكون، ما عندناش، قاعدين نصرفوا من مكتوبنا الخاص باش نحاولوا نخدموا على النحل، نخدموا على الدجاج، نخدموا على الارانب، نخدموا على زيت الزيتون اللي هو الريسبونسابل نتاعنا، قاعدين نخرجوا منه في الصابون، قاعدين نخرجوا منه معناتها في حلويات منزليه. الدوره الثالثه لمهرجان زيت الزيتون والمنتوجات المحليه بطبرسق تتواصل على مدى 3 أيام على وقع الموسيقى والفن، في انتظار أن يشع أكثر في الدورات القادمة. إلى عالم السينما، وبفيلم الجايدة للمخرجة سلمى بكر، تم افتتاح الدورة الثامنة لملتقى شباب السينما، أو لنقل ملتقى هواة السينما بجهة قفصة، هذه الجهة التي ما زالت تفتقر لقاعات عروض سينمائية. بالنسبة
فيلم الجايدة للمخرجة سلمى بكار افتتح الدورة الثامنة لملتقى شباب السينما الذي يمثل مجالا لهواة السينما لاكتشاف جديد الفن السابع في ظل افتقار الجهة لقاعات عروض سينمائية. هنا نحاول احنا كمركز باش نساهموا في تدعيم او تلبية رغبة الجمهور السينمائي في قفصة حتى يتمكنوا من مواكبة الحركة السينمائية الحقيقة الناشطة جدا ولا اصبح انتاج محترم في تونس، حتى المشاهد في قفصة انه يتمكن من مواكبة الانتاج 2017. الشباب يكون هنا ان شاء الله، المرأة تكون هوني على خاطر فيلم هذا يحكي اساسيا على المرأة، وانا فرحانة برشا كل ما نتنقل البقعة بعيدة على تونس العاصمة الا ونكون حققت حلمة اللي انا جهدت من اجلها داخل الدستور، اللي ثقافة لازمها تمشي للناس الكل. الورشة التكوينية في التصوير الفوتوغرافي والسيناريو والإخراج فقرة دأب عليها المهرجان الذي أفرد هذه السنة الأطفال بنصيب من العروض. تواصلت الورشة التكوينية اللي هي الرهان الكبير معناها بالنسبة لنا كسينمائيين هواة، أنه معناها الأعضاء جدد وأحباء السينما يتكونوا باش يوصلوا لمرحلة معناها جديدة في حياتهم ويتكونوا كسينمائيين. الورشات هذه عادة وقت نعملوها نخرجوا منها دي بيجو، معناها نخرجوا منها وليدات يعرفوا يكتبوا السيناريو ويعرفوا يكتبوا يعملوا الأفلام، وإحنا دورنا هو اللي نعرفوه في السينما والكل نوصلوه للشباب هذا باش يتولها التكنيك، يتعلم يعمل الصورة، يعمل السينما ويتولها بالسينما، الخطر هما عندهم طاقات كبيرة لكن مع ساعات ما يعرفوش يوظفوها كما يلفوا. ملتقى شباب السينما تظاهر يحرص نادي السينمائيين الهواة بقفصة على تنظيمها سنويا لإثراء مشهد ثقافي ينشد التنوع بمختلف الفنون. تزامنا مع العطلة المدرسية احتضن الفضاء التربوي بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان فعاليات القرية التنشيطية القيروان تاريخ وحضارة على مدى 4 أيام، وذلك في إطار الملتقى الوطني لخصوصيات الجهات في دورته الثانية. داخل المدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان وعلى مدى 4 أيام تلتئم تظاهرات القرية التنشيطية القيروان تاريخ وحضارة التي ينظمها ديوان الخدمات المدرسية. تعرف على الموروث الحضاري والتاريخي لمدينة العريقة مدينة القيروان، كذلك هناك زيارات للمعالم والمتاحف الموجودة بالمدينة. تلاميذة من جميع جهات البلاد يشاركون في مختلف الورشات والفقرات، والهدف هو تعريفهم بخصوصيات مدينة القيروان ومميزاتها. أول مرة نتحفلوا كمان هكا، ويبدأ العسل والرفيسة والهريسة العربي متاع قبل والدقلة والبخور وبرشا حاجات زيدة. شيخ عاصف سيري انت احكي لي. على الاخر زيدة خاطر جدودنا كانوا يلبسوا قبل السفسيري واحنا توا مش نتبعوهم، وهذه لبستنا التقليديه نتاع قبل. برشا حاجات في القروان ما نعرفوهمش وجينا توا شفناهم واستكشفناهم. تعرفت على برشا اصحاب وبرشا المقروض عجبني على الاخر طعم تتهبل، وزيد الراجل طيب فيا ورانا كيفاش معنا الالوان تاع تهبل. هذه مقروضنا بالحق نتاع القروان، حاجه زمنيه نتاع جدودنا قبل، والفخار والنحت برشا حاجات. يعني جدولة مشهورة بالعسل ومشهورة يعني هي الأولى في الإنتاج في تونس، معروفة الأولى في الإنتاج في تونس، تنتج حوالي 1700 طن في العام، اللي هم يمثل 80% من استهلاك التونسي في العسل. وبالتوازي مع هذا النشاط فإن أنشطة أخرى وقع برمجتها للمؤسسات التربوية في المناطق الريفية خلال العطلة المدرسية. إلى تزر الآن لاكتشاف أحد المعالم الأثرية بالجهة وللاستمتاع بمراوحة بين الفن التراثي الأصيل والفن في طابعه المعاصر بإمضاء الفنانين روضة عبد الله وصبر الرباعي. بين أزقة البلاد العربي بمدينة توزر بالتحديد في حي أولاد الهادف، أين يقف الزائر على بناء معماري مميز ما زالت جدرانه تحتفظ بزخارف فنية تقليدية. أما داخل منازل هذه المدينة والتي شيدت بمثال هندسي يحاكي النمط الأسري لهذه الربوع،
لعل دار توزر بن عزوز تعطي الصورة المثلى لهذا التشكيل، وأصبحت مزارا للسياح ومسرحا للسهرات الفنية التي احتضنت إحدى روائع الفن الأصيل للفنانة روض عبد الله والتي تفاعل معها الحضور. أول مرة في توزر وأول مرة في دار بن عزوز، والعرض هذايا كما تشوف في مهرجان الواحات في توزر، فرحانين برشا اللي احنا موجودين في المهرجان. ليس بعيدا عن المدينة العربي وفي الملعب البلدي أين توافد آلاف الجماهير للالتقاء بالصوت العربي والتونسي الفنان صابر الرباعي. مدينة توزر والتي تحتضن المهرجان الدولي للواحات في دورته 39 تعيش أزهى أيامها تظاهرة ساهمت بشكل كبير في بعث رسائل إيجابية لزائريها من مختلف دول العالم وتونس أن الصحراء التونسية ستبقى وفية لعاداتها وتاريخها باحتضان وافدها في أحسن الظروف. بهذا إذن نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. إمضاء اتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة حول عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية والدخول في مفاوضات الزيادة في الأجور بداية من مارس المقبل. في جرجيس وحدات لتحويل وتعليب زيت الزيتون البيولوجي بمواصفات فنية دولية تطمح لمزيد اقتحام الأسواق الخارجية وكسب رهان المنافسة. مهرجان الواحات بتوزر اكتشاف لفضاءات معمارية حافظت على طابعها التقليدي وعروض فنية أضفت على المكان أجواء احتفالية وحركية سياحية. ويمكنكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.